فقرة موالي قوة وعزيمة روح عظيمة أحلى التنافس لا جاء من قيمة يلي تنادي لا تروح لا 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 تروح حل التحدي فقرة موالي فقرة موالي تبع وشارك ثبت مسارك والليل ساري في نار المعارك يلي تنادي لا تروح بعدي حان التحدي حان التحدي فقرة موادي هاي الشباب في الراشن واقع والفرق شاسع غناة الواقع فقرة موادي عاش محمد يلي تنادي لا تروح بعدي عشان فقرة موادي يلا يا شباب يلا يلا يا شباب يلا تعال يا محمد جنبي هنا يلا بسم الله ابو محمد ونواف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله صباحكم وطيب الله جميع اوقاتكم كل خير ومسره ارحب بكم جمهورنا الغالي ارحب اليوم باخواني اللي معي سعد ونواف الله يبقيك هم جاوا وتعنوا بيض الله وجيههم جاني ما خلو منهم عشان ذا الفقره وعلشان يشرفونا ويزودون البرنامج ابتهاج في ثاني حلقات خليك قدها معي انا علي بن هادي يا مرحبا ومسهلا باخواني الغاليين جاهزين الرب التحديات احلى مقدم فيك يا الواقع احلى مقدمين في الواقع كله على راسي بس خلاص كفايه خلني آلية فقرتنا عرفتوها يا الربع اللي قد التحدي قد المنافسه راح يكسبها كم عودكم كما عودناكم اليوم عندنا اربع جولات نبغي من كل فريق شخص طبعا الشباب قد كلمتهم قدام الفقره اللي مشغول واللي بيجي لكن معنا من فريق الشلفة رشيد من طاحوس تفضل يا رشيد رشيد من فريق اشتاد عبد العزيز مغيري التحدي حنا له الاول لنا الله يرضى عليك الاول لنا والتحدي حنا له وكلها تشوف الحين الوجه في الرياض رشيد من طاحوس وبيرك كله اسمع سعد ومن فريق البيرك نايف الرفيدي تعال يا نايف الرفيدي عاش 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 طبعا يا الرب عندنا يعني في كل فقره رابع تحدي يكون من الجمهور شباب انا الحين بنزل تغريده في تويتر على حسابي طبعا بناخذ رابع تحدي اللي هو مثلا الحين معنا رشيد ونايف وعبد العزيز وجه على عبد العزيز الشيء اللي انت تبغى ينفذه وجه على نايف الشيء اللي انت تبغى ينفذه وجه على رشيد الشيء اللي انت تبغى ينفذه انا الحين بنزلها وراشد معي في الاعداد طبعا راشد راح يشوف تحدياتكم وراح يعرضها على الشاشه باذن الله الواحد الاحد نزلت التغريده نزلت طيب اوكي يلا بسم الله عبد العزيز تعال قدام تعال نايف تعال يا رشيد يلا التحدي الاول يا الربع تعال نايف رشيد الحال انشدك بس تو لبيه انشدك والله يعني ما عندي سالفه لا لا انت معنا معنا لا, لا انا بعطيكم اثنين ذلك شعلوم جمهور مشاهدين صفقت ويا تعال في جنب نايف يلا يلا في جنب نايف طبعا يا الربع قلنا لك خليك قدها صح ان شاء الله انك تكون قدها الحين عندنا ثلاث تحديات داخل الثلاث الاظرفه دي جدو و من غديبه سعد خلوها معكم شوي ان نفذتها تكسب الف نقطه مو بس تكسب علي تعال هنا علي مثلا عبد العزيز نفذ التحدي يكسب الف نقطه فريق اشتاد ويخصم 500 على احد الافرقه حلوين حلو ما انتم معي ركزوا في اللعبه وشي وشي ثلاث ظروف واخذ الضرب اذا كسبتها اذا كسبتها اخذ فلوس كم ألف ألف نقطة وتخصم وتخصم على فريق 500 وخصم حلو لكن أنا لكن إذا ما نفذتها راح يخسر فريق اشتاد ألف ريال يعني خليك قدها الحين نبدأ القرعة مع جدو وسعد واختاروا رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم واحد وهنا عندك عبد العزيز اختار رقم واحد والأول إذنا طيب جدو عطني رقم واحد عطني رقم واحد يا جدو أعطيه عبد العزيز تعال بجنب جدو افتح الشاشة يا أبو تعال مصر يلا صادق الله يكفينا شره افتح الشاشه ونفذ التحدي علشان تاخذ 1000 نقطه وتخصم على احد الافرقه ملزقه امنعني يلا وش عبد العزيز برا الشاشه القم ويلي ويلا يا ابو محمد فلفل
عبد العزيز يلا حق قهرني وضحك عشان هي قهرني لا يشوف لا يشوف اخذ لك حبتين فلفل وكل عبد العزيز غير قدام الشاشه الحين اذا انت تبي الف نقطه واخصم يا عبد العزيز انت يلا اصم يا عبد العزيز يلا كفو انا ما جيت هنا لقد التحدي ونعم يلا بسم الله هذه فلفل يلا واهم شيء يلا الشاشه ده لا فوق اللي فوق وين الثاني كان اثنتين ايه من غدي بقى وجه حمر حط هنا يا عبد لا تسوي ردة فعل لا تصح أيوة. ولا شيء اصمل اصمل هنا عبد العزيز اصمل حطها هنا كفو كامله كفو يا المغيري الاعداد يقول لو تحمل ذنيك ترى تخسر مو على كيف هو محمد خلقه ماكينه ان شاء الله ابو محمد يقول ابو محمد انت ضيف مستحيل انك يعني شد حزامك خلاص عبد العزيز خلاص راحت بدون اي رده فعل مبروك لكم 1000 نقطه هاشتاج هذا كله بدون رده فعل هذا كله قطعت على عمري اخصم 500 نقطه على فريق ثاني عويسي اخصم 500 على فريق ايه فكره خلاص خلينا نشوف السلام اخصم اخصم على واحد من هو انا شوفي هايط انا الاول من الفقره اللي قبلها انا الاول خصم على شطاس تجحفلنا ما درينا نايف رفيدي اختار ظرف من عند سعد الطويل او من عند اروح اخذ كلها من هناك روح اشرمه طيب لا تروح اشرمه هذا رايي خسران ترى اثنين اسرح اثنين لا مو زين افتحه على الشاشه يا نايف رفيدي ونفذه امام الشاشه يا نايف رفيدي خلينا نشوف تحديك انا نايف وش خلينا نشوف تحديك انا احب العويسي نور الله يبقيك بيض تعال بسم الله نايف رفيدي يشرب قراص البيض ترى صحة وفايدة نايف رفيدي ينظف الصدر يا ألف نقطة تاخذها وتخصم 50 يلا بسم الله ترى تمثلنا يا فريق البيرق يا نايف تمثلنا يا فريق البيرق يلا بسم الله ولي تعبان ومو البيرق هذا والله انا برست عافي علشان يكسب ولي برست عافي فيتامينات يلا محمد العويد مزون بغض حاولت يلا يا نايف لا 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 تشم شيء نايف لطمه نايف لطمه قول بسم الله بسم الله خسر فريق الفريق اذا في لا معي كذا عطها انت فيدي يا ولد طيب لا مو بيضه لي سبع بيضات لا واحده انا مسويها هذه واحده رابي ابغى اشرب جغم لا لا اشربها كامله نايف نايف على طول كذا نايف صح شرب شرب لا تشم شرب لعب هات عادي خليها تضرب عادي ساعده يا اخي شل عويسي جايز مقدم معي يلا يا تراهم ياخذونه في النوادي نعم نعم ما شاء الله جايبها طب روح زياده يبغى يخش راسه نايف نايف طب شرب شرب عبد الرحمن شرب مني بازه شرب عبد الرحمن يا العافيه يا العافيه يا العافيه يا العافيه روح 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 اشرب 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 خله معلش يا معلش انا بيضم مني بازه حي الله والله هو اللي خاطر قلبه غير ما يقدر يقول تعال شكرا شكرا لك دعمي والله دخل نايف بيض الله وجهك انت تاك متنا فريق البيض الله لا يمثل كله اسمع ابغيك تخصم 50 مبروك 1000 نقطة 1000 ريال ابغيك تخصم 500 ريال على اطلق احجاج في واحد تغدى قبل يتعشى وين في واحد راح واحد باقي يعني تغدى قبل يتعشى على من؟ اخصم عليه 5000 كم اقدر اخصم 500 ريال زويري على فريق الشباب 500 ريال خصم رقم ثلاثة طلع نايف نايف طلع انا ما شربت موي ابي رقم ثلاثة لا لا نايف انا عندي باب لا تروح نايف ترى بيجي خصم لا لا جاجة ابي رقم ثلاثة لا عويسي تعال تعال وين الظهر ثلاثة عطنا عويسي خلي عويسي شوفها شوفها قدامي شوفها رشيد تم اوه الله عندي رشيد تعال تعال غالي عندي يعرفون اني احبك يلا يا رشيد يلا وبخليك تفكر في موضوع الليله بعد نعم موضوع حلو شرب لي حليب سائل حليب عطه يا عويسي حليب سائل يا رشيد اشرب عطه يا عويسي حليب لا ما مضر حليب لا ليش تشمه لا تشم يا رشيد اشرب ليش تشم زين مضر يلا يا رشيد لا لا بالعكس حليب يزيد القوة ونشاط يلا يزيد الكالسيوم والبوتاسيوم والتتاسيوم والله انه بسيط جدا نايف نايف ترى خصم الرجال بي العافية اشرب العافية العافية حليب تبغى زايد تبغى نزيدك
يبغى ترى واحد اعطيك واحد ثاني والله تقول اشياء تستاهل 1000 نقطه يا رشيد تخصم 50 على احد الافرقة عزوز ونايف عبد العزيز مغيري لا اله الا الله سوي لك عداوه يا عبد العزيز عشر عشر طيب يلا خلنا نشرب دي يا يا جدو انتو سعد سعد انتو ومحمد ابيكم تقرون لي الجوله الثانيه خلوا الشباب ينفذون لا عندك عندك انت لا 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 عندك عندك لا 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 يا معلم اكبر اكبر انطيها علينا يلا بسم الله عندك يا عويس انا اليوم الجوله الثانيه الله يبيض وجهك يا علي وجهك ما راح يتحملها الا اللي قدها اي والبقاء فيها للاقوى عندكم الثلج ولا الثلج اوكي عندكم الثلج هنا بتدخلون يدينكم فيه اللي يبقى اخر شخص هو اللي يكسب التايمر عندنا 10 دقائق في حال جميعكم جلستوا لهالوقت مبروك عليكم النقاط كلكم يلا بسم الله تعال يا رشيد 10 دقائق تعال عبد العزيز تعال نايف حسبني بلاد سعاد يلا تعال يا نايف اول شيء خذ قاعده تعال يا ابو سعد عادي لطف حط ايديكم الثلاثه تعال يا نايف حط ايديكم لا صبر انا شلون اكسب مكسور مكسور جاهز طيب هم نسوا البلا بيطعي صفر يلا حطي ايديكم يا رب حطي ايديكم في السطر تعال يا نايف عشان ناوي يطول طيب يلا انا بجلس طيب عشان بطول اوكي اوكي انت احسبوا التايمر يا اعداء ايه تعال عندي عندي في الارض في الارض انا غير جنب اوكي يلا سجلوا التايمر يا شباب اوكي اوكي يلا لزنا لزنا سعد يلا حط يدك حط يدك يا نايف يدي جمدت يلا سعد اقول حط يدك يا نايف ايوه كل واحد على الطرف عبه ثلج سعد يا عيال انا مطلع يده والله ما طلع رجع يدك رشيد عادي بيعبي ثلج لا ايه 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 رشيد دخل يدك ها لا ثلج ولا حصل بس بس يلا تايمر على الشاشه سمعنا صوت تايمر يا يلا عند اعداد يلا تايمر رشيد دخل تايمر شو انا اتوقع اللي بيفوز رشيد ان شاء الله اتوقع اللي فاز سعد طويل ان شاء الله ايوه يلا هرب هرب علشان اليوم الشباب ذولا مو ب 10 دقائق التايمر بيدي على كده عشان تحتر نايف التايمر 5 دقائق اي واحد يطلع يده نفس الشيء من طحوس الحين تراه السبعه انا مطلع وش سويت انا مطلع يده مكان بيدك كده وش سويت ايدي ذا الكبار التايمر عشان يدك كيف يلا اخر 10 يلا سيب بسويها اخر عاد ارفع يدك عاد ارفع عشان انا جايب لي حكام معي الرب انا موجود اشوف يلا كمل طلع لنا الشاشة يا هذا خلنا نشوف إيديهم. جبر دخل الجوال. سلبس عادل. أيوة. نعم نزل. وآخر أنت تضغط على إيديه. أنت نزل إيدك رشيد. هذه نازلة. أنت شرب ماي بعدك نايف هاي العافية. يلا بسم الله باقي معنا 4 دقائق وعشر ثواني. يمديكم يا رب حط بعدها حاره عشان تجي تجيك اقراها يا سعد خطره اني اقراها عشان عطنا صوت الشارع يا احسن اقراها يا سعد يدي تجمد ما تتحرك شوف اذا ما تتحرك هذا الوليد طالع لا يلا يلا بسم الله من الفريق اللي بياخذها نايف تراك تمثلنا يا البيرك نايف تراك تمثل بزنس اثنين تلبس عادل كفو تمثل بزنس اثنين نايف نايف عزوز رشيد والله لرمي خليك ركع تراكم تمثلون هالجو حربان حربان كل فلفل فلفل بيحرق جسمك انا انا يحرك لا يلا بسم الله عزوز يحرك ايده عزوز يحرك ايده عزوز حرك ايدي ثلج في شيء تراي يا رجل كل لا 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 انسحب انسحب اطلع انسحب اطلع خطأ انسحب خطأ خصم 500 ريال انسحب في ذمتك نايف تمثل يلا يا شباب عادي نجح باقي 3 دقائق قرب ايه نجح فقر خلق بدل يدي انا يحرك يدك يا عز عبد العزيز ما حرك تكفى يا علول ترى انا جايب جد والله قارب في يدك يا محمد تراه حكام في يده يا حلا يا جيسي يا رب ترى لا قعدتوا كلكم الثلاثه ترى كلكم 1000 ريال كلكم ما تعادات عمر الله يرزقك ابيه انا لا ما اقول لك نايف كم تبغى يا محمد ما تحيز عند حد انا رشيد يا عيال سعد انا رشيد وسويت انا رشيد مطلع يده يا رجال عيب رشيد
يا ولد يا مسلم اي داخل يدك والله العظيم على حركات لا 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 ما نفس ما هي نفس ما خليت والله انت تسعد يا مسلم ادي ادخل ادخل الارض ايه ايه بسم الله الرحمن الرحيم خلوه خلوه ايش بالك مع شيء اما في ذا الجنة يعني يا علي علي اترك كل شيء جيد اموره زين انت اتركوه ايوه يا رب باقي دقيقتين ترى فزت وسعد سعد كم الفريق الاول كم الفريق الاول انا اقول الفايز فازوا كلهم 1000 يجي انا اقول انت اقول دقيقه واحد تقول لا وقت مدام ثلاثه وحن ثلاثه زيدهم خلوهم 3000 وش تحس في يدك ارشيد شيد وش تحس في يدك وش احس بثلج يدك كذا اصابعي ما عاد تحرك ما عاد احس بيدي وانت جاني شيء ترى بسبت ما عاد احس وانت يا نايف وش الثلج اي انا ندخل يدي افضل خلص الله هذا ولا شيء كيف قدرت تعمل نفس الشيء يلا يلا عبد العزيز قاعد ما ادري والله يجرب ترى خطر يا الربع ترى يجيهم تجلط في الاوتار انت بلا باقي دقيقه باقي دقيقه ما لهم شر ما لهم شر اخر دقيقه والله لو العويسي موجود ولا سعد ولا نواف يقعدون 10 دقائق لا تحرك يدك لا تكب لا تهلك كنا في الثقب الثلجي قبل فتره يا لا تهلك باقي دقيقه ايوه صدق عطنا الشارع خلي متحمسون على اخر دقيقه بابا سوى نفس حق الواتساب سرعها اقول لك صح صح عليك يلا باقي دقيقه الرب سعد يا شباب يلا شد حيلك زل زل يا رب يا خو منيره يا خو منيره 50 ثانيه شد حيلك تربس عاد وقع حقاقك 40 ثانيه شد 40 ثانيه خلاص وليد يلا وليد ارشيد يا ارشيد امس عدل شد يا علي انا طلعت يا ولد ما طلع ما طلع ما طلع ما طلع اي واحد يقول حركه جديده بث عليه يلا لا والله مني حاسس عزيز عبد العزيز لا دقايق 20 ثانية يا إذا جاء الشباب إذا جاء 10 راح نعد معك أوكي يا عيال إذا جاء 10 تصاميم أنت فاهم التصاميم غلط 10 9 8 7 5 4 3 2 1 خلاص احد يرفع يده يرجع ما شاء الله ما شاء الله رجال رجال بيض الله وجهك قهو 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 روح حطها ما حط ما حط ما حط لا 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 والله ما عاد يلا التحدي سالف عند سعد الطويل مع الاعداد راشد نايف هل انت اللي جاهز يا راشد؟ والله ما عاد احس فيه تعال نواف ايه كلهم الف كلهم الف الف نايف الف عبد العزيز الف رشيد يلا ورم ورم يدك تعال تعال يا بابا جاهزين؟ يلا تعالوا يا يلعب بالنعمه يحظى يلعب بالنعمه من هو؟ علي نبدا يدي متحمر يدي ما تحمر سير بنفسجيه يلا سعد اقرا لنا الثالث سعد تعال 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 عندنا كم؟ اخر سيلفي معيد لا فل شوف سعود شوف سعود فل يا عيال انا مني يا يا ابغى اجيب هنا اخذ رياكشن تعال هذا الشباب يدي ما تغير ولا شيء كله علشان يكسبون نقاط بيض الله وجيكم وانكم مجتهدين ايوه التحدي الثالث مع سعد الطويل يا شباب يلا بينا الفقره عشان نلحق على اول شيء الله يعطيكم العافيه شيء ثاني انا ودي ان علي انها يعني على التحدي انهم زود الالف كم تبغيها سعد؟ ابغي كل واحد منهم 2000 الاعداد تسمحون يعني 2000 لكل فريق ما يردون علشان علشان سعد يقول 2000 والله الاعداد يا سعد يقولون يستاهلون 2000 يستاهلون 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 2000 لكل واحد نايف ورشيد عبد العزيز بيض الله وجهك عاش عطنا الشاره شوي عطنا الشاره عاش عاش بيض الله وجهك والفرق شاسع غناة الواقع ثغرة بوادي اللي تنادي لا تروح حن التحدي ثغرة بوادي ثغرة بوادي يلا يا شباب يلا يلا بسم الله يلا يلا مشينا يلا اسمعوا التحدي الثالث عند سعد الطويل عطوا سعد سبيكر يلا بسم الله يا سعد عيال الجولة الثالثة تسمعونها ولا اسكت؟ لا اسكت ما اسمعوني
ولد انت انا تعبت شوي ابد ما شفت رايك ولا اصبع قدر الله يحييك حط لي منظم يلا يا والله شيء عبد العزيز تحمل وراك جمهور يبغى له نقاط يا ولد وراك جمهور يبغاك تاخذ مركز اول حرك تعال 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 سكر افتح سكر افتح لا لا سعد طويل سعد تعال ابو تخيل تعال مرحبا مرحبا مداخله لبيه السلام عليكم السلام كل خير يا شباب مرحبا ابو تخيل يلا حيهم الله يبقيك شلونكم ربنا يقربك ثلج ثلج ارحم اوه مرحبا 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 يا سلام مرحبا اسال اعطنا تحدي عندنا لا ونبدا يلا بسم الله يا عيال اسمع تحدي ثاني اسلم مساعد عطى تحدي ثالث محمد الله يغيثنا طيب الجوله الثالثه يقول لك اول شيء راح يظهر لك اللغز بالشاشه بتحله ويطلع لك مكان على الشاشه اما السطح المشب المطبخ اللي عليك تتبع الصوره وتنطلق للمكان بيكون فيه ظرف بتجيبه وتجي هنا عندي على طول بمجرد ظهور اللغز راح يبدا معك التايمر اذا حليت اللغز ورحت وجبته وجيت بالوقت المحدد وهو دقيقة راح تكسب النقاط ولكن شرط عليك تنفيذه اللي موجود في الورقة عليك تنفذه حلو اللي في الورقة ما قدرنا نوزعها مع ذاك الوقت لكن بيكون في تايمر 20 ثانية على المثل اللي بيطلع على الشاشة اوكي يا راشد يلا اوكي تايمر بيكون عند اداد اول فريق من يا راشد عطني اول فريق يلا فريق البيرق نايف الرفيدي نايف تعال على الشاشه بيطلع لك مثل حله اوكي اي يطلع لك مثل على الشاشه وتقدر تستعيد بوليد يلا يا بسم الله فتحنا الشاشه وعطنا المثل والتايمر 20 ثانيه معك نايف الرفيدي الله ما اعطيكم قفاي خلا يجيب الشاشه منه يلا بسم الله طلعين نبدا في صار الشاشه حقت جاهز جاهز ايش ده يلا بسم الله معك 20 ثانية يا نايف يلا من طلع من داره قل من قدار لا يقدر وليد يسار من اليمين اليسار واليسار واليمين ابدا من يسار على اليمين ضربني بك سبقني واشتكى حجد حلو حلو استاهل استاهل سلام تستاهل يستاهل نايف الرفيدي 1500 ريال فريق البيرك يستاهل يستاهل عشان ما يقلبون علي يستاهل يلا من الثانية يا داد اشتاد ارشيد مطحوس تعال عند الشاشه ارشيد عبد العزيز مغيري تعال عند الشاشه انا عود احبك ارشيد والله الله يحفظك لا لين يلا لين تحريدك شوي احسن ترى الحين بيطلع الشاشه ارحب وتخيل تاكل يلا حي الله يهديك يا مرحبا يلا يلا القرد بعين ام غزال الله يا سلام يا والله احنا سهلين معكم لا 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 تكفى تستاهل 1500 ريال تروح الى فريق اشداد اما الحين انتهينا من هذه الجوله حط اليسار الذكي باقي رشيد ومطاحوس تعال شيء عند الشاشه رشيد رشيد المثل اللي يروح عليك والله ما ان شاء الله ما يروح راشد خليت التحديات اعطيكم قفاي خليت التحديات التغريده بعد ايش؟ جاهزه يلا يا يلا القرد في عين ام غزال احس ان ظافري بتطلع من يلا يلا يا عيال يلا السيف يلا يا رشيد اي اصبر الوقت كالسيف انقطعت قطعك غير صحيح يا رشيد الوقت كالسيف ان لم تقطع قطعك غلط يا رشيد السيف كالسيف الوقت كالسيف ان لم السيف وش اسمه الوقت كالسيف اذا قطعته قطعك غير صحيح نفس اللهجه هي بس نفس المعنى مو بيا يا رشيد يلا مو بيا الساعه سيوف تقدر الوقت كالسيف 23 ثانيه انت ترشيد انت ترشيد رشيد ينخص من فريقك لكن اجابتك صحيحه يا رشيد اي جحدتوني يا عيال يلا طيب 2005 اول واحد هو ولا كلنا يلا يا عيال ابيكم تعيدون لعبه الثلج لا سلامات انا اعتذر لا لا زلك ارحب ابو تخيل يلا حي ابو تخيل يلا نفذوا لا خلاص وخذوا نقاط خذوا الحمد لله حتى انا موجوده يعني الله خلقنا يدين واحده كلامك ابو تخيل انا الفقره عندي متاخر باقي تحدي وحيد صاحب الفقره هذه ونشكر المتسابقين على حل الاسئله
والضيوف الكرام هذا وهذا محمد عويسي محمد عويسي سعد بن الطويل وسعد بن الطويل نواف الشهراني ونواف الشهراني وابو تخيل القحطاني ونعم 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 ابو تخيل جاهز يا اعداد طيب عويس لبيه اعطوني صدى ايش تقول ايه بعد تغريدات بيض الله يوهم عبد العزيز ونايف ورشيد مسابقات كلهن قويه وما شاء الله عليهم هم يبون يراعوا الجمهور ويراعوا المجموعه ويفكروا فيهم ما شاء الله ولا ما حطوا يديهم خمس دقائق والله ما حطيت يدي لهم مكان نعم ولا شربت بيض ولا اكلت فلفل والله ما اسويها نعم لو انه عطني ما اسويها بس ما عليك هم كفو ادري راعي مصارعه لا اقدر اجيب حكام اقوياء انا جايبكم ادري انكم تنفذون نعم 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 الحمد لله انه حكام الحمد لله نعم طيب العافيه سعد طيب ايش تقول؟ من باقي عندنا تحدي؟ الله يعطيك العافيه يا ابو هادي ولا انت ولا اخواننا المطاليق عمران العيون الله يبيض وجيههم وعلى خفه انفسهم وتقديرهم لجمهورهم وكلوا الفلفل شربوا البيض شربوا حليب السايل وحطوا يديهم في الثلج الجمهور يستاهل لكن لو اني محلهم ما سويتها لكن بيض الله يجيهم ما قصروا في جمهورهم والله لا يهينك يا ابو هادي وابرك لي يا العويسي وابو تخيل ابو سعد الله يطول عمرك اشكرك على هذه الفقره المميزه واشكر اخواني الله يعطيهم العافيه على صملتهم والله يعطيهم العافيه جاهزه التحديات ولا اطلب من نواف شيء؟ يا نواف عطنا يا ليمي يا ليمي موجود راعيها ما اقولها عطني يا ابو سعد لا لا راعي مو بلا عندك عندك ابو سعد عندك حتى الاعداد يقول والله ان الجلده لين يلا سمعنا صوتك عطني رقه يمين المولع لا تلومون لو شابت النار في قلب شبايبها مجنون متولع في حب مجنون ويموت في حبها ويحب شايبها سلامتك صح بدن أول تحدي نايف الرفيدي جبر المدارية تعال يا جبر هد تكفى والله اني ما ادري وش التحدي ليه جاهز يا راشد يلا عطنا التحدي على الشاشه هذا تحدي الجمهور هذا تحدي من الجمهور يا رب نبي نبي على الابدام طيب على الابدام هم موجود هم قالوا لي في يدني جبر على الابدان علي عندي فكره عشان ننجح فقره ايش رايك نحط في فمنا ماء والله نايف ترى اللي خسر نايف ترى تكسب 1500 ريال فريقنا واذا خسرت يخسر فريقنا الفريال هو ما له شغل جيب ما جيب ما يا جبر تكفى وشو ما تعال جبر قالوا لي جبر لان علي مو موجود قالوا لي جبر علي انا ايه تعال يا علي تعال وقف هنا تقابلوا لا لا علي جيب ما علي وجهك صوب نايف تعال ما يلا يلا جيب ما علي تقدم علي عطنا يمينك عطنا يمينك علي عطنا يمينك تعال هنا الثلج شو الثلج علي حط في دمك ما اشرب ما علي تعال انا بديتك نايف نايف وقف هنا تعال علي دق نايف وجهك يا عيال دقيقة ترى كلها دقيقة في ذمتك ما ترش الليل ما ارش الا راح يحصل غط غط وجهك غط وجهك اقرب 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 حط الماء 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 معهم ولا بدون عيال ايه يلا اشرب اشرب حط غط 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 طيب اصبر اصبر اشرب اشرب اول شيء اشرب يا نايف اشرب خلنا ننزل المايك علو اشرب خلنا ننزل المايك يا خلي من الزوم يا كاتم يا عداد افضل يقول عشان يعني ايوه مضبوط يلا نايف يلا اشرب اشرب علي طيب حط الاذي بيننا عشان ما انا اشوف وجهك كيف اشرب طيب اوكي انت تشرب الحين غمض عينك لا تشرب الحين الحين يا نايف نظرة صفر عيون صح توسع توسع يلا يلا عاصم اشرب انا يلا اشرب علي حط في ثمك اعطني الدبه سارة بس ما يقدروا ماشي وخر ما يخلص تعال العويسي العويسي تعال خرج يشربون
اصبر 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 علي بس وسعني عنه انا علي علي لا تشرب يلا لا تشرب لا تشرب يلا يلا بسم الله معلم الغد علق الاعداد ما يمدي خصم 6000 طيب يا خايسر يا خايسر نايف الرفيدي والله اني عارق على ريال فاز الا ده يضحك يلا يستاهلون فريق فريق اشتاد الف ريال يستاهل الف ده نايف الرفيدي خصم خصم يلا يلا التحدي الثاني التحدي وش التحدي الثاني صبر علمنا هذا قدام طنع الشاشه واحد منهم ويعد من 1 الى 50 اقرا يا العويش تحدي المجموعه الشداد يطلع واحد منهم ويعد من 1 الى 50 بنفس واحد غير منقطع طبعا عندك عبد العزيز مغيري تعال قدام الشاشه وعد من 1 الى 50 بنفس واحد ترى الاعداد معنا يلا يبدا يبدا اعداد يلا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 خلاص 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 راشد الاعداد يقولون العيال غاليين علينا لكن اجابتك خاطئ ليه عبد العزيز فريق اشتادي خسر عشان صوتي ينقطع بس اخذ وقف وقف صوتك خلاص يلا باقي فريق الشلف هرشيد قدام طلع الشاشه علمني به يا راشد تعال هرشيد يلعب ضغط حد شيء طاس علمني به ضغط لا لا كم يلا المدة كم المدة المدة دقيقة والله لا صوت زين سعد اقرا والله جسم زين عطنا عطنا خلاص سعد اقرا عطنا كل عالم يقول لك تحدي لشيء طاحوس يلعب ضغط وهو يشيل المدة دقيقة انا قصرت فيك اعطيتك دقيقة دقيقة من كيفي ودقيقة ست دقائق لا لكن والله لا صوت زين عموني بيقول رشيد هو ما يشيل شيله فضح الطبيب ايش عاد يشيله هو يسوي ضغط ولا اعرف اسوي ضغط بعد يلا تعال رشيد ما عاد معنا وقت اعطيك دقيقه بس ايه ما بدقيقه 10 مرات بس عطنا شيله خل عيونك تطالع في عيوني لا لا بختار الشيله يلا يا رشيد اختار الشيله 10 مرات دقيقه بيطلع تعال دقيقه ما يمدي والله لو قال كش خلاص دقيقه في خسر فريق الشلف على الفريق يا ولد دقيقه ما يمدي يلا نفذ الشيء اول شيء ما في حكم دقيقه انا مسويها 10 دقائق 10 ثواني شيلات يلا يلا ايه رشيد يقول لك 40 ثانيه عشان الله قصره يلا سو ضغط مضبوط وين ايه جيب الكاميرا من بعيد عيال العذر السموحه بجي هنا ولا هنا امشي تعال عادي عادي ما اسمع اجي كذا لا لا وجهك هنا دعيا وجهك اسف بتخيل عادي عادي روح اوه يلا رشيد خليك العد 3 2 1 يلا قالوا تحبه قلت هذه الحقيقه قالوا نسيته قلت انا ما اقدر انساه قالوا تشوفه قلت انا وين بلقاه قالوا تشوفه قلت انا وين بلقاه قالوا تحب يا شايل الضبيب يبي يستاهل الضبيب من شاله يلا يا رشيد باقي 30 ثانيه من شاله يا شايل الضبيب يديك يستاهل الضبيب من شاله 29 يستاهل كم 29 28 الله امر على ابليسك وش الاغاني بعد اشهر قالوا تحبه 25 هذه الحقيقه قالوا نسيته 20 يا ولد تسوق اكبر امشي بالريوس فزت انا فزت لا والله امشي بالريوس اعداد فاز اي بلا فزت لا للاسف فريق الشلفا كسب معنا 1500 ريال استاذ 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 هذه الحقيقه يلا احسب النقاط تعالوا رشيد كلمه توجهها لا لا تعال عويسي في جنبي طبعا هذول اعضاء اللجنه ارشيد تكلم عن الفقره
وعن اعضاء اللجنه واخوياكم متسابقين وش تقول لهم اول هل تحداهم لان النقاط ترى متقاربه ولا ندري من الاول من الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله ان كان الاول ان شاء الله انه من نصيبي، واشكر علي هادي على هذه الفقره الخفيفه اللطيفه الجميله، ونشكر اعضاء اللجنه ونشكر ايضا على راسهم ابو تخيل، نشكر ايضا المتسابقين الموجودين منافسين لي، وان شاء الله اني امثل فريق الشلفه خير التمثيل ان شاء الله، وابشر بسعادة. العمونيب يقول تحداهم ولا تحداهم؟ اتحداهم بقوه، اتحداهم بقوه ولو ان شاء الله لي. كلمه عندك عزيز غيري؟ اول شيء الله يجزيك الغالي انت وقرب دعمك، وزادها نور وزادها حماس تشريف اخواننا اليوم لنا، والله انه يوم عيد ونستانسنا. والشيء الثاني تحديت الجبال رشيد ونايف، لكني الاول عليهم كذا ولا كذا، وبيض الله وجهك انت وقرب دعمك. يقول انت خايف عبد العزيز من اخوياك ولا تحداه؟ لا انا قلت لك انا الاول كذا ولا كذا. خايف وانا اقول الاول عشان يقول عادي تقول خايف. لا ما اخاف انا عيروني بعض الخوف ارهقتني الشجاعه. الله الله نايف الرويدي اسلم. اول شيء شكرا علي، شكرا لقرب دعمك، شكرا ابو تخيل، ابو تخيل شكرا الله يوفقك وبيض الله وجهك الله يعطيك العافيه. شكرا نايف عموني بس دب عليك دبه. ايش يقول؟ يقول وجه نايف قاعد اصفر عقب ما شرب البيض. طيب اوريك ابوي. شكرا ضيوفنا الكرام اللي زادونا شرف يا علم الله. الله يجزاهم خير. حسبي الله على البيض. انت تمثلنا يا نايف. حسبي الله على الشيطان. بيض الله وجيهكم. بالمناسبه اخويانا ذولا اللي بينافسون اطرق احتياجك نوم عيني، انا ما اشوفه منافس. اوف اوف انا هنا في قناه الواقع لا اجد منافس يا جماعه. اوف 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 جيبوا لي اسماء قويه، جيبوا لي الشيد عبد العزيز. كيف الكلام ده؟ يلا بسم الله. يلا تسلم. بس عموني ليش مقزره علينا طقطقه؟ طبعا يا الرب. قدام كل شيء اول شيء اقول الله يبيض وجهكم يا نايف يا عبد العزيز يا شيد عويس يا ابو تخيل سعد نواف الشباب الموجودين. ما يطلع معي علي الابدان بيض الله وجيك نظارتك علي بيض الشح ما قصرتوا. المقصد كان افضل، كان افضل. انا مهما اسوي ترى اشوف إن اشوف اني مقصر والله اني اقول صادق، مهما سويت اشوف اني مقصر. المساحه ان شاء الله نحن هي خفيفه لطيفه مجرد انها تسليه. قدام اختم النتائج وصلتني على الجوال. في خاطري كلام بقوله قبل الختام، ابعطي نواف وسعد والعويسي كل واحد منهم على فريق، هم يعلنون النتائج بدال انا ابن هادي، انا وابو تخيل والدي الغالي نتفرج ونستمتع معهم. نعم العويسي ابيك تعلن الفريق ذا. اعلن الفريق، فريق اشداد. مبروك لفريق اشداد. وين فريق اشداد؟ وين ممكن الحين؟ ابيك تقول حلو قبل مبروك. فريق اشداد نبي عيل. لا بغير شوي تم. يلا عرفته؟ حلو ايه تم. يلا الف مبروك للحاصل على المركز الثاني، مبارك لفريق شلفا. استاهل الشيك. كم ريال؟ 4000 ريال. استاهل الشيك. استاهل 4000. مدي والله حسب الاعداد ايش والله اني مدي والله ساعات طويل. اي 500 بين الاول والثالث. الاول والثالث ود نواف. شوفوا كم النتائج. طبعا في فريق 3500 وفي فريق 4500. يا هل ترى هل هو نواف ولا عزوز؟ طيب عبد العزيز زي سامي الجنود عطني. تعالوا عندي، تعالوا عندي هنا يا نايف وعبد العزيز واحد. تعال انا خلاص حكيتك انت. لا اروح انا نواف نوق هناك نعلم. عطونا نغمه. عطنا 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 نغمه توتر. عطنا نغمه خلصوا معي. تعال بسرعه سحور خلاص. يلا بسم الله. جاهزة؟ أنت الشلفة معك علي الابدان. باقي معنا نايف يمثل فريق البيرق وعبد العزيز يمثل فريق اشتاد ويخصمون عليه. حسبوها ويخصموا علينا، لذلك عطنا نغمة توتر يا عبد المنيب. إذا هي موجودة أهل النواب في خاطره النغمة عشان يعلن. إذا هي موجودة ولا لا؟ اعداد معي اسوي لكم. لا ترى هي شغاله. فقرت على المركز.
المركز الاول ثبت مسارك رغم الصعوبات والوقوف رغم الظروف وابى الا ان ياخذ المركز الاول. طبعا انا اشوف انه يستاهل وكلهم يستاهلون، ولكن انا والله صراحه إن الموقف صعب اني اتكلم. الله يا وساد الله. لكن ابو محمد ايش رايك؟ والله انا اشوف ان الموقف، من ترشح من تتوقع؟ انا ارشح عبد العزيز المغيري عشان انا من جنته. يلا وانا ارشحك، وانا ارشحك انا فعلا ارشحك انا. المركز الاول الحاصل عبد العزيز على 4500 نقطة فريق البيرك. هاي هلا هلا هاي قوم يا بيرك هاي يستاهل هاي يستاهل مرحبا نايف، تعال كلمه، تعال عطنا كلمه بيض الله وجهك مثلت البيرك. يلا عطنا كلمه. اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله ثم جهود فريق دعمي. الحمد لله على كل حال. كانت منافسه شريفه عفيفه مع اخوي رشيد ومع اخوي عبد العزيز. كانوا خير منافسين، اتشرف اني تنافست معهم يوم من الايام. تستاهل يا ابو عبد الرحمن. شكرا فريق دعم علي، شكرا علي. واعيد واكرر يا رجال والله اللي علي شانه هذا اليوم بالنسبه لي يوم عيد. كل ابوكم لا العويسي ولا انتم، انتم اصلا ودي اقابلكم من مبطي والعويسي مشتاقي له. فرح ما يرجع الف ابراهيم معنا سحور الرب. لكن لوني اختم بيض الله وجهك ابو محمد، بيض الله وجهك نواف، بيض الله وجهك العويسي، اعطيتوني من وقتكم. بيض الله وجهك نايف، انت كنت نقاط فريق البيرك. بيض الله وجهك على الفكره العادله وعلى الاجواء. تعني فداك. بيض الله وجه فريق الدعم، هو والله اللي يعطون الفكره وهم اللي اشتغلوا عليها. جاني ما خلم منهم. ختاما دائما ضع الامل في حياتك لتستمر بكل قوه وثبات وتفاؤل، وانهض من جديد وابتسم لتبتسم لك الحياه. الى ان نلقاكم في الحلقه القادمه. الحلقه القادمه يمكن ما عاد في حلقه قادمه لان احنا يمكن نختم البرنامج، لكن استودعكم الله الذي ما تضيع ودائعه. مع السلامه. 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 والفرق شاسع. وواجهك وواجهك وما قصرت. اللي تنادي لا تروح بعدي. لا حسب وراشد. حان التحدي فقرة بوادي فقرة بوادي. يلا يا شباب يلا. خمس. حلو. ما خصمت إلا علي 500 حقت عزوز يوم خصم علي. 500؟ إيه وش غيرها حقت البشن فست. أنا طالب. شوف 500. اول شيء 500 راشد عبد الرحيم. طيب راشد عبد الرحيم، اول شيء انا اسقط عليك اسقاطه الى مدى الحياه، واتمنى انك سكريبتو لا يوجد لك اثر في الاعداد. اول شيء انا الفائز، ما خصم علي الا عبد